يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: في كل إنسان بذرة خير، وكل شخص لديه القدرة على المساهمة الإيجابية، وصناعة الأمل في عالمنا العربي هي مهمة حضارية. مساكم خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في دبي. حياكم الله وين ما كنتوا تتابعونا مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم برنامج رمضان في دبي، واكيد نستهلها بالاخبار المحليه. بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخه هند بنت مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيسه مجلس امناء بنك الامارات للطعام، أطلق بنك الإمارات للطعام حملة لتوزيع 50,000 وجبة طعام وسلة غذائية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع بلدية دبي التي ستتولى الإشراف على عمليات الحملة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وتطبيق نفسي. ومن أخبارنا المحلية مشاهدينا الكرام، تتعاون حملة 100 مليون وجبة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 20 دولة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بهدف توصيل المعونات الغذائية الضرورية إلى فلسطين وإلى مخيمات اللاجئين في الأردن وبنغلاديش طوال فترة الحملة التي تستمر خلال شهر رمضان المبارك. مشاهدينا الكرام، أطلقت الفنادق في الإمارات مجموعة واسعة من العروض الحصرية والخصومات على الإقامة وأسعار الغرف وعروض قيمة مضافة للعائلات والأطفال والمجموعات بمناسبة شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يأتي في إطار سباق من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء خصوصا من سكان الدولة، مع استحواذ السياحة الداخلية على نصيب الأسد في الوقت الراهن. ومن أخبارنا المحلية مشاهدينا الكرام، تشهد مراكز التسوق وأسواق التجزئة في الإمارات نشاطاً ملحوظاً في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك وسط إقبال الزوار والمتسوقين على الشراء في ظل وجود العديد من العروض والخصومات، وهو ما يعزز حركة التسوق ويزيد زخم النشاط التجاري، وذلك وسط الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المحددة من قبل الجهات الرقابية في الدولة وتشمل التباعد الاجتماعي. هذا وتواصل منافذ البيع المحلية طرح عروضها الرمضانية على السلع الغذائية ومستلزمات الطهي والمنازل خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك بنسب تخفيضات تتجاوز 50% مقارنة بأسعارها قبيل الموسم الرمضاني، فيما توقع مسؤولون منافذ بيع استمرارية ارتفاع الطلب من المستهلكين مع رغبة الأسر في شراء كميات متنوعة ومناسبة للاستهلاك والاستفادة من زخم العروض السعرية.
متواصلين معكم مشاهدين الكرام من خلال برنامجكم رمضان في دبي. بعد الفاصل إن شاء الله راح يكون معنا ضيف، وهذا الضيف راح أكيد نتكلم عن مرض السكري في شهر رمضان المبارك. تابعونا. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج رمضان في دبي. يحسن الصيام صحة وأداء جميع أجهزة الجسم من خلال تخلصها من السموم وحرق الدهون، كما يضبط الصيام مستويات الجلوكوز في الدم طوال شهر رمضان المبارك. ولكن قد يشكل الصيام خطراً على صحة مرضى السكري، وهذا الموضوع اللي راح نعرفه أكثر أكيد من خلال ضيفنا الدكتور علاء الدين صغير، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري. حياك الله دكتور علاء ومساك الله بالخير، وكل عام وانت بخير. يا هلا، كل عام وانت بخير. يعطيك الصحة والعافية دكتور. دائما نقول شهر رمضان هو أكيد يقوم بتنظيف الجسم بشكل عام، ولكن يقال أنه يكون خطر على الناس المصابين بمرضى السكري. بداية احنا نبغي لو تعطينا لمحة مبسطة عن مرضى السكري وأنواعه. تمام. السكري هو نوعين، نوع أول بياخذ انسولين، ونوع ثاني بياخذ حبوب، وأحيانا بيضطر أن ياخذ انسولين مع الحبوب. طبعا بالنسبة للصيام، طبعا في نوع ثالث هو السكري الحوامل، هذا موضوع آخر. بالنسبة للنوع الأول، الشباب، خاصة الشباب والمراهقين وأحيانا الأطفال اللي بياخدوا الأنسولين بجرعات منتظمة، عادة قد تصل إلى 4 جرعات يوميا، جرعة أساسية و3 جرعات مع كل وجبة. طبعا إذا كان بالغ راشد عم ياخد الأنسولين، ففي رمضان يعني يجوز له الإفطار شرعا، لأنه إيقاف الأنسولين قد يعرضه إلى خطر الإحماض الكيتوني، وأيضا أخذ الأنسولين وحتى أخذ الأنسولين عند السحور أو عند السحور خاصة ممكن أن يؤدي إلى نقص سكر أثناء النهار بشكل يعني ملفت للنظر. لذلك ينصح هؤلاء بتجنب الصيام ما أمكن. طبعا في محاولات لتعديل جرعات الأنسولين، في حاليا في الأنسولين المزيج ما بين الأساسي والسريع، ممكن إعطائه للصائم جرعة عند الإفطار ونصف جرعة عند السحور، لكن مع الانتباه إلى خطر نقص السكر. النمط الثاني وهو الأهم بالنسبة لرمضان، هذا يحسن بشكل فعال من ضبط السكر. يعني أعيد أكرر، الصيام يحسن من النمط الثاني ويقلل من ارتفاع نسبة السكر بشرط، ببعض الشروط. اولا لازم يقلل نسبه الكربوهيدرات عند الافطار وعند السحور. بالنسبه للعلاج، يفضل اعطاء العلاج المديد 24 ساعه عند لحظه عند الافطار. طبعا في اذا كان عم ياخذ هو كان مثلا نوعين من الادويه، عند الفطور وعند العشاء، نعطي نوع مديد عند الافطار ونعطي نوع مخفف عند السحور حوالي نصف الجرعه المعتاده. في هالشروط هاي ما بيصير نقص سكر، ويفقد المريض وزنه بسبب الصيام، ويعدل سكره ويستفيد بشكل جيد، ويحسن من 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 كل شيء، وقد يقلل من المضاعفات السكري أثناء رمضان. طبعا وننصح أثناء الإفطار ما بين الإفطار والسحور إنه يتناول كميات مناسبة من المياه. وفي حين كون السحور خفيف جدا، يعني مثلا شوربة، يمكن الاستغناء عن حبة الخافض السكر، بيغني عنها الحبة 24 ساعة اللي تؤخذ عن طريق مع وجبة الإفطار. ضمن هالشروط، الصيام يحسن والنمط الثاني من السكري. بالنسبة للحامل السكرية، يجوز أن تصوم، تأخذ في بعض الأدوية بنعطيها عن حبوب، وإذا كانت راح تأخذ إنسولين فيجوز لها أن تفطر وبتعوضهم بعدين بعد الولادة. بعتقد مرة إذا جاوبت على السؤال بالنسبة لتدبير رمضان من النمط الأول أو من النمط الثاني أثناء رمضان. نعم دكتور، يعطيك الصحة والعافية دكتور. يعني بشكل عام، شو المسموح وما هو الممنوع لمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك؟ يعني بديهيا الإقلال ما أمكن من الحلويات، أو مو الإقلال ما أمكن، الامتناع عن الحلويات،
والإقلال من الكربوهيدرات يعني الخبز والرز والبطاطس هي الكربوهيدرات، لازم تكون نقللها أثناء وجبة الإفطار ونحذفها تقريبا شبه نهائي من وجبة السحور حتى نتجنب ارتفاع السكر بعد السحور. يعني مثلا ممكن التناول، لا رح ألخص وجبة الصائم اللي ممكن يتناولها بدون حساب، يعني ممكن يتناول قد ما بده من الأغذية التالية بدون ما يحسب الكربوهيدرات. مثلا الخضار، يعني مهما كانت الكمية باستثناء الجزر والشمندر والبطاطس، طبعا إذا اعتبرنا البطاطس شيء من الخضار. في عندك مثلا مشتقات الحليب، لا نحسب كمية الكربوهيدرات، مشتقات الحليب تكاد تكون خالية من السكر أو من الكربوهيدرات نسبة ضئيلة جدا، مثلا سواء كان الجبن والحليب واللبن واللبنة وإلى آخره. أيضا اللحوم خالية من الكربوهيدرات، يعني إذا أكل سمك، إذا أكل دجاج، إذا أكل حتى تندرلوين يعني شرائح فيليه البقر أو الغنم أو ما شابه، أيضا خالي من الكربوهيدرات. فإذا حب يأكل 200 غرام 300 غرام لحمة ما في مشكلة، مش شرط ما يكون في عنده مانع آخر لتناول اللحوم مثل داء النقرس مثلا. تناول بياض البيض مفيد جدا لمرضى السكر قد ما كانت الكمية، فصار البيض يسمح فيه في حال أنه المريض ما عنده كوليسترول. تناول مشتقات حليب بشرط تكون قليلة الدسم حتى نمنع زيادة الوزن. تناول اللحوم كما قلنا، الخضروات بكافة أنواعها بدون أي حساب. لما بنجي بتناول الفواكه ينتبه، لا يجوز تناول أكثر من نصف كيلو من الفواكه، ويستحسن الفاكهة قليلة السكر مثل التفاح الأخضر، الحمضيات، البرتقال، الليمون، الجريفون، الجريب فروت، يعني خلينا نقول مثلا ايضا ممكن الاناناس اللي ما هو كثير ناضج كمان، يعني بيكون سكره قليل. مثلا العنب والتين والموز فيها كربوهيدرات اكثر شوي، يستحسن تناول نصف الكميه المعتاده عند تناول الفاكهه الغنيه بالسكر. نعم. نصيحه اخرى، الاكثار من شرب المياه طبعا بالنسبه لرمضان، سواء كان ما بين السحور وال ما بين الإفطار والسحور أو عند السحور أو عند الإفطار. بالإضافة أنصح طبعا يمكن غريبة شوي، إجراء الرياضة قبل الإفطار إذا بيقدر، يعني قبل الإفطار نصف ساعة ممكن يسبح، إن شاء الله ما يكون يعني شرعا مكروه السباحة. طبعا السباحة ما هو يبلع مي أو كذا، فممكن أنه يمارس السباحة أو حتى نوع من الجري البسيط لو عطش معلش، لأنه ساعة الإفطار اقتربت. طبعا ما يعمل هالشيء أثناء في وسط النهار لأنه رح يعطش ويضطر أنه ممكن صعب عليه شوي، لكن ممكن لأنه لما يكون صايم وبحاجة إلى طاقة لعمل الرياضة فبيستهلك المخزون من الشحوم المتراكمة في البدن، وبيسرع من تحريك الدهون المتراكمة في البدن، وممكن يستفيد في خفض الوزن. طبعا أذكر الصائمين أنه خفض الوزن يقلل من ارتفاع السكر، معروف كل كيلو غرام خسارة وزن تنقص معدل السكر بنسبة تتفاوت من 10 إلى 20 ميلي جرام. نعم دكتور، يعني في كثير من الناس دكتور يقولون انه يعني احيانا للسكري درجات، ما اعرف هذا الشيء صحيح او لا، راح نعرفه منك انت دكتور. طبعًا يعني طبعًا هل بالفعل هناك سكري درجه اولى او ثانيه او ما شابه ذلك؟ راح نعرفه بعد الفاصل. استاذن منك دكتور، ناخذ الفاصل ونرجع اكيد نعرف هذه التفاصيل. اذا المشاهدين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج رمضان في دبي، تابعونا ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج رمضان في دبي. وقبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتور علاء الدين صغير، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري، عن مرضى السكري في شهر رمضان المبارك. دكتور حياك الله ومرحبا بك معنا مرة ثانية. يمكن قبل الفاصل كنا نقول أن أكيد أصحاب أو مرضى السكري يقولون أن هناك درجات، في درجة أولى درجة ثانية للسكري، لو تشرح لنا عن هذا الموضوع أكثر دكتور. تمام. في طبعا في عدة درجات للسكري، ولكل درجة علاج خاص وتدبير خاص.
في عندنا مرحلة عدم تحمل السكر، خلينا نقول نسبة السكر بتكون ما بين 100 إلى 110، وبعد وساعة بعد تناول وجبة سكرية بتصير نسبة تقريبا ما بين 140 إلى 160، هذا اسمه عدم تحمل السكر. علاجه إما الحمية، الامتناع عن السكاكر والإقلال ما أمكن من الكربوهيدرات يكفي أحيانا، أو تعاطي بعض الأدوية المنظمة للسكر بجرعات خفيفة مثلا 500 ميليغرام. النوع الثاني هو ما قبل السكري. ما قبل السكري بيكون السكر الصيامي ما بين 110 إلى 120 أو 105، ويقال 125، وبيكون السكر التراكمي ما بين 6 إلى 6.6. نعم. السكر التراكمي كمان نعتمد عليه في التشخيص. فهون يجب أن يأخذ المنظمات السكرية بجرعات أكبر شوي، وقد يعطى معه الخافضات الأخرى بالإضافة إلى المنظم السكري. النوع الثالث هو السكري البدئي أو بداية السكري، اللي بيكون التراكمي ما بين 6.6 إلى 7، وبيكون الصيامي ما بين 120 إلى 140 صيامي. ففي هالنوع هذا لازم يأخذ علاج جدي مع حمية جدية. علاج يتضمن مزيج ما بين البيزل والإنسولين الأساسي أو المنظم السكري مع نوع آخر بيكفل تنزيل الوزن، مع الإشارة أنه تنزيل الوزن في هالمراحل هاي يؤدي إلى ضبط تراجع السكري وأحيانا غيابه نهائيا. يجب تنزيل الوزن على الأقل أول مرحلة 7% من الوزن، يعني إذا كان وزنه 100 كيلوغرام بينزل بصير 93 كيلوغرام، ممكن أن نوقف تطور السكري ونؤدي إلى تراجع أداء السكري. جميل. النوع بقى ما قبل الأخير هو السكري المنضبط باعتدال، بيكون تراكمي ما بين 7 إلى 8%. نعم. هون طبعا لازم نكثف العلاج بشكل أكثر من النوع السكر البدئي. النوع اللي بعده هو السكر غير المنضبط، بيكون تراكمي ما بين 8 إلى 10%. هذا النوع معرض المريض إلى الاختلاطات، منها اعتلال الكلى واعتلال الأعصاب وقد تصاب العين وإلى ما شابه. في النوع الأخير هو السكر المختلط والسكر الشديد، وهذا شوي خطير، اللي هو بيكون تراكمي أكثر من 10%. طبعا بهالنوع ممكن نضيف نحن الأنسولين لدعم، لأن الأدوية لا تكفي، نقلل من الأدوية الخافضة للسكر ونعطي مزيج ما بين بعض الأدوية الخافضة للسكر والأنسولين. جميل جدا دكتور. يعني هل الشخص اللي يستخدم الحقن اللي هي الأنسولين، هل يعني ممكن مسموح لأن هو يفطر في شهر رمضان المبارك؟ إذا كان من النمط الثاني وعم يأخذ أنسولين يجوز له الصيام، بالعكس الصيام بيحسن. في طرق خاصة كيف نعطيه الأنسولين، نعطيه عادة بعض أنواع الأنسولين عند الإفطار فقط مرة واحدة يوميا، فما بصير معه نقص سكر بعد السحور. بالسحور ما بنعطي شيء. فالنمط إذا كان من نمط ثاني، أما إذا كان عم يأخذ أنسولين لأنه هو من النمط الأول فيجوز له الإفطار شرعا. جميل جدا. مثل ما أسلفنا في الفقرة اللي قبلها. جميل جدا دكتور، يعطيك الصحة والعافية. دكتور، في بعض الأطباء ينصحون أخوانا المرضى بالسكري بتنزيل الوزن، ولكن يكون عندهم صعوبة في تنزيل الوزن فيلجؤون. أيوة. لعمليات اللي هي ربط معدة وقص معدة وما شابه ذلك، فشو رأيك أنت في هذا الموضوع دكتور؟ قص المعدة أنصح فيها. نعم. للمريض السكر اللي بدأ السكر حديثا، ما يكون والله 20 سنة صار له. إذا بدأ السكر حديث وعنده زيادة وزن، بشرط يكون المعدل، سموه معدل البدانة أو البي ام اي. البي ام اي هو سموه معدل البادي ماس، كتلة البدن أو معدل البدانة مسمينه احنا، أكثر من 35% بيكون معدل. فهذا هام جدا. في منهم بيعملوا عملية هو عنده مثلا 31 أو 32، لا أنصح والله مشان ينزل 15 كيلو أو 20 كيلو يعمل قص المعدة أو طبعا رح تغير من فيزيولوجية الجهاز الهضم كله. لأنه ممكن 10-15 كيلو ممكن بشوية صبر وشوية تأني وبمساعدة بعض الأدوية أنه يخسر 10-15 كيلو. فحرام أنه يعمل عملية وعنده معدل كتلة البدن أو البي ام اي أقل من 35%، لأنه ممكن أن يتم هالشيء من خلال الرياضة والتخفيف والحمية
وبالإضافة إلى الإقلال من السعرات الحرارية. دكتور يعني جميل جدا من كلامك، استفدنا أن مو أي شخص مصاب بمرضى السكري أو مريض بالسكري أنه ممكن يسوي عمليات لتخفيف الوزن، ممكن أنه يساعد نفسه من خلال الرياضات المختلفة. في حال مثلا خلينا نقول مريض وزنه 120 كيلو، نعم، بدأ السكر من كم شهر، نعم، وعم بيعاني فعلا من ضبط ما عم بيقدر يفقد وزن كذا، فممكن أنه يعمل العملية. يعني بيفقد، بصير وزنه 80 كيلو فبينضبط سكره، بيروح السكر عفوا، بيروح السكري شبه نهائي لأنه ممكن يرجع بعدين. يعني ننتبه إلى الناحية، يعني ما يسوق له نفسه أنه بعد ما يعمل عملية يأكل حلويات لأنه ممكن أنه يرجع بعدين لو أنه عمل عملية. لكن إذا مريض وزنه 100 كيلو عمل عملية رح يفقد تقريبا 15 كيلو أو 20 كيلو. طبعا إذا في عنده سكري بيروح، لكن هل 15 كيلو أو 20 كيلو، هل 10-15 كيلو ممكن لحاله يفقدها بدون عملية. يعني نحن بدنا نفكر كمان بما بعد العملية، يعني لا تنسى إنسان خاض عملية مو سهلة، طبعا آمنة هي إن شاء الله، لكن صار تغير في فيزيولوجيا البدن. يعني هذا ممكن ينعكس عليه في المستقبل، هو شاب عمره بالعشرينات مثلا أو الثلاثينات، يعني ما بدنا نفكر بعد 20-30 سنة شو رح يصير. جميل جدا دكتور، أنصحه إذا كان البدانة معقولة يلجأ إلى يستشير طبيبه لتخفيف الوزن ما أمكن وممارسة رياضة، وهذا ممكن الشيء. يعني في طرق خاصة، حميات خاصة ممكن يفقد فيه 10-15 كيلو برياحة، من الصيام المديد أو الصيام المتقطع. يعني في عدة حلول. طبعا الطبيب المعالج هو اللي بينصحه نوعية الصيام أو نوعية، طبعا الصيام المديد مش صيام رمضان، مع فارق بسيط وأنه خلال 16 ساعة صيام يحق له أنه يشرب مي. جميل جدا دكتور، طبعا نمتنع يعني احنا عن الماء. يعني نقدر نقول نصيحة أكيد لمرضى السكري مش هم يكونون أطباء لأنفسهم، فلازم يستشيرون الأطباء الخاصة فيهم، لأنه أكيد في بعض الأشياء يمكن احنا الناس ما نعرفها بشكل عام. الطبيب راح ينصحك شو اللي تسوي، تاخذ الإجراء المعين، كيف الصيام، حتى راح أكيد يعطيك التعليمات الصحيحة. دكتور احنا في شهر الخير، شهر رمضان المبارك، اليوم نصيحة أنت تقدمها لمرضى السكري واللي عندهم تخوف من الصيام. نصيحة لمرضى السكر، إذا كنت من النمط الأول يجوز لك الإفطار شرعا، لا تتردد ولا تخاطر. إذا كنت من النمط الأول عم ياخذ إنسولين 3 مرات 4 مرات، تابع العلاج بالإنسولين وتجنب الصيام وعدة من أيام الأخرى، يعني اسأل عليها أهل الدين والكفارة الإفطار. جميل. إذا كنت من النمط الثاني عليك بالصيام، يعني هي نصيحة، لكن استشر طبيبك لتعديل طريقة العلاج. جميل. في تعديل معين لازم نعمله، سواء كان المريض عم ياخذ فقط حبوب أو نمط ثاني، أو عم ياخذ حبوب مع إنسولين. في نمط ثاني بياخذ حبوب مع إنسولين، فاستشر طبيبك. طبعا في نوع خاص من الإنسولين يعطى عند الإفطار، طبيب المعالج هو اللي بيقرر الجرعة ونوعية الأنسولين، واستمر في الصيام لأنه الصيام سيحسن من معدل السكر ويقلل من السكر التراكمي. في دراسة أجريت مثلا على الصائمين قبل أثناء وبعد رمضان، كلهم شافوا انخفاض السكر التراكمي في الشهر التالي للصيام بعد الصيام في رمضان. جميل جدا دكتور، هذه دراسة تمت، فالصيام حسن، نعم، قلل من معدل السكر التراكمي. في شوال، في شهر شوال عايروا السكر التراكمي، شافوا انه نزل السكر التراكمي، نعم، في نهاية شوال. جميل جدا دكتور، يعطيك الصحة والعافية. دكتور علاء الدين صغير، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري، شكرا لك على تواجدك اليوم معنا وعلى هذه المعلومات القيمة، ويعطيك الصحة والعافية دكتور. شكرا، يا هلا. شكرا لك دكتور. إذن مشاهدين الكرام، احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم برنامج رمضان في دبي. الوعد باكر نلتقي معاكم إن شاء الله بنفس الموعد. تقبلوا تحيات طاقم العمل وتحياتي عبد الله علي، ودمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.